فاروس 2015، المؤتمر والمعرض الدولي للموانئ والشحن واللوجستيات تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مهندس إبراهيم محلب، ووزارات النقل، التموين والتجارة الداخلية، الصناعة والتجارة، الاستثمار وهيئة قناة السويس، من 1 إلى 3 سبتمبر بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات برعاية كلاس إن كي، أرامكس، سي إم أي، سي جي إم. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا فاروس-event.com. تنظيم Pyramids International.